مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة طيلة أيام هذا الأسبوع، حيث الجو حار إلى شديد الحرارة في معظم مناطق المملكة، لكن حار نسبيا في المناطق الجنوبية الغربية مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية الغربية وسقوط بعض الأمطار، وأحيانا تنشط الرياح في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية وتكون مثيرة للغبار والأتربة. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض الأحوال الجوية المتوقعة من يوم الأحد. أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، شديدة الحرارة في المناطق الوسطى والجنوبية، المنطقة الشمالية الغربية العظمى 39 والصغرى 26، الشمالية الشرقية 42-30، والمنطقة الشرقية 41-29، والمنطقة الوسطى شديدة الحرارة 46-32، والمنطقة الغربية 39-30، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع بعض الزخات رعدية من مطر أحيانا خاصة في فترة ما بعد الظهر والمساء، العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية. يوم الاثنين استمرار الأجواء كما هي تقريبا، حارة إلى شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة، المنطقة الشمالية الغربية العظمى 38 والصغرى 25، الشمالية الشرقية 41-27، المنطقة الشرقية 43-29، والمنطقة الوسطى 44-32، والمنطقة الغربية 40-30، والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع بعض الأمطار أحيانا 28-21 درجة مئوية. الثلاثاء انخفاض على بعض المناطق الشمالية خاصة الشمالية الغربية 37-26، الشمالية الشرقية 40-28، أجواء شديدة الحرارة في المنطقة الشرقية 45-30، وشديدة الحرارة في المنطقة الوسطى 46-32، ورياح نشطة مثيرة للغبار في المنطقة الغربية وبعض المناطق الوسطى تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية مع أجواء حارة 39-29، والمنطقة الجنوبية الغربية 30-20 درجة مئوية مع سقوط زخات رعدية أحيانا. ويوم الأربعاء أيضا استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة، الشمالية الغربية 40 العظمى والصغرى 27، الشمالية الشرقية 41-29، والمنطقة الشرقية والوسطى أجواء شديدة الحرارة العظمى 35 والصغرى ما بين 32-33، وأجواء حارة في المنطقة الغربية 39-30، وأجواء غائمة جزئيا ومعتدلة من حيث درجات الحرارة مع فرصة لبعض الأمطار الرعدية أحيانا، والعظمى المتوقعة 28 والصغرى 20 درجة مئوية. يوم الخميس أيضا استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة، المنطقة الشمالية الغربية 40 العظمى والصغرى 28، الشمالية الشرقية 41-29، والمنطقتين المنطقة الشرقية 44 شديدة الحرارة إلى 31، والمنطقة الوسطى 44-33، والمنطقة الغربية 40-30، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا 27-20 مع بعض الأمطار المتفرقة. يوم الجمعة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم أجزاء المملكة، المنطقة الشمالية الغربية 42 العظمى المتوقعة والصغرى 29، الشمالية الشرقية 44-29، أجواء شديدة الحرارة في المنطقتين الشرقية والوسطى، العظمى المتوقعة 45 والصغرى في المنطقة الشرقية 32 والمنطقة الوسطى الصغرى 34، وأجواء حارة في المنطقة الغربية 40-31، وأيضا غائمة جزئيا في المنطقة الجنوبية الغربية مع فرصة لبعض الأمطار المتفرقة أحيانا. مشاهدينا نتمنى للجميع السلامة، شكرا للمتابعة،
إلى اللقاء.